هو بيحكي كده الناس بتقول لك يبعت لك اياها يعني. لا بدي يوصل بعد الهوا ده. طيب بدنا نحكي عن الهارت. الهارت طبعا بتوقع انكم برضو غطيتوه في مرحله من المراحل قبل مرت عليكم، نرجع نشرحها مره ثانيه بشويه ممكن ديتيلز اكثر شوي، التركيز ممكن اكثر يكون على الفالفز. طبعا حنغطي مجموعه كثير بالنسبه للهارت، حنحكي عن الهارت تشامبر، اوريدي حكينا عن اللوكيشن والاورينتيشن صح؟ والسيرفيسز بدنا نحكي هلا عن التشامبرز، بدنا ندخل على التشامبرز نشوف الاكسترنال فيتشرز اللي هم الانترنال فيتشرز لهم، حنحكي عن الفالفز والكومبوننت اوف ذا فالفز وهاو الستراكشر اوف ذا فالفز كان ايد الفانكشن اوف ذيس فالفز، بعدين نحكي عن كوندكشن سيستم اوكي وبعتقد بس اوكي. طيب الهارت اوريدي احنا حكينا ان الهارت تكون من four chambers, four main chambers اللي هم الاتريا والفنتريكلز، حكينا كيف الرايت اتريوم كونكتد فيزيكلي مع الرايت فنتريكل من خلال الرايت ريفنتريكلر فالف او الرايت كسبت فالف، والليفت سايد الليفت اتريوم كونكتد مع الليفت فنتريكل من خلال الليفت ريفنتريكلر فالف او اللي هو البايتر فالف اوكي. البوث سايدز بيشتغلوا ضمن سبيسيفيك سيركيليشنز خاصين فيهم، الليفت سايد بيشتغل من خلال اليو سيستميك سيركيليشن، بينما الرايت من خلال البلمونري سيركيليشن، طبعا بيكملوا بعضهم البعض. فهذا بيشتغل لحاله هذا بيشتغل لحاله، لكن بيشتغلوا سيمولتينيوسلي، يعني الاتريا بيشتغلوا مع بعض والفنتريكلز بيشتغلوا مع بعض لما يشتغلوا، اوكي؟ فالكونتراكشن اوف ذا اتريا بيتم مع بعض البعض. تنزل الضغط طوال الفنتريكلز، بعدين الفنتريكلز بصير لهم كونتراكشن مع بعضهم البعض وبتتجه طوال المين ارتريز اوكي. طيب هلا نبدا فيهم احنا واحد واحد. قبل ما نبدا فيهم في عندي شيء اسمه سكيليتون اوف ذا هارت، عباره عن مجموعه من الفايبرس ستراكشرز، وهي الفايبرس ستراكشرز لها مجموعه من الفانكشنز اوكي. جزء منها انها تعمل سبورت للفالف اتسلف اوكي. الفالف نفسه الفالفز نفسهم اخر شوي لما نحكي عن الفالفز حنشوف كيف انه وانا قبل شوي حكيت كيف انه الستراكشر اوف ذا فالف ايدز الفانكشن اوف ذا فالف اوكي. الكاسبس تبعت الفالف اذا بتتذكروا من ايش مكونات ايه تذكروا حكينا موست اندوكارديوم، حكينا الاندوكارديوم عباره عن سمبل سكوامس ابيثيليوم لاينج على لوز كونكتيف تيشو، فهو فيري يعني دامي ديليكت اوكي، يعني بمعنى اخر هو مش قادر بنفسه انه تو ايد الفانكشن تبعته، لازم الاستراكشر تبعه الشيب تبعه الكونكشنز تبعته هي اللي تحركه او توقفه او اوكي صعبه الفكره. اما هو بحد ذاته ورقه يعني هو تنفخ عليه بتتحرك اوكي. بالتالي هو لازم يكون في سبورت له، اذروايز ما بصيرش الباوندري تبعت الفالف نفسها يصير لها كولابس، فبده شيء يعمل لها سبورت، وانا بتيجي الفانكشن تبعت السكيليتون اوف ذا هارت انه في انا عندي سبورت للفالف اتسلف. الباوندريز اوف ذا فالف ثابته ما بتتحرك ما بتتخلص، يعني مش زي الاذر سفنكترز. اذا اخذتوا عن سفنكترز، سفنكتر بيكون في عندي هاي الباوندري والباوندري بتتقلص بطريقه هاي فبصير في كلوجر للباوندري، وانا لا مش هيك الشغل تبعها، الباوندري ثابته، الكاسبس هي اللي بدها تتحرك اوكي وتو ايد الفانكشن تسكر او تفتح الفالف، استوعبنا الفكره؟ فهي واحده من الفانكشنز بلس تعمل سبورت للكاسب نفسه، يعني جزء من الكاسب نفسه اوريدي صح كان عنده كارديوم بس برضه في شويه اكستنشن من الفايبرس تيشو تبعت السكيليتون اوف ذا هارت كذلك اوكي. فبرضه بتساهم في تكوين الكاسبس اتسلف بلس تعمل اتاتشمنت للميوكارديوم نفس الكاردييك مصل بتبدا اتاتشمنت لها من عند السكيليتون اوف ذا هارت. واهم شيء تعمل الكتريكال انسوليشن. انا حتى اخر شوي لما نحكي عن بعرفش اذا اخذتوها بالفيسبوك ولا لا بس anyway اخر شوي حنحكي عنها وحنشوف كيف انه في عندي اس اي نود والبي. هلا الاتري حكينا بالبدايه بصير لهم كونتراكشن
بالبداية بمعزل عن ال عن الفنتريكل. أوكي، لكن أكيد أخذتوا كيف إنه الأكشن بتنشر بنتشر من خلال الجاب جنكشنز بين ال 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 القص. أوكي، من خلال الانتركريت ديسكس، وهاي اللي بخليه في انتشار سريع أكشن بتنشر. فشو اللي بخليه إنه الأكشن بتنشر ما ينتقلش من الأتريا توارد الفنتريكل؟ again اللي هو الفايبرس سكيلتون من انسوليشن الكتريكال انسوليشن. اوكي، فبالتالي مش حينتقل الا من خلال الباندل اوف هس. اوكي، توارد الفنتريكلز. صوابنا الفكره، بالتالي بصير في ترتيب على عمليه الكونتراكشن ما بين الادريا والفنتريكلز. اوكي، هلا من ايش بتكون؟ اهم شيء في عندي انا اللي هي الرينز، فايبرس رينز. والفايبرس رينز الكومون سنس انها هي حيكون في عندي فور فايبرس رينز سراوندينج اللي هم ايش؟ الفور فالفز اللي موجودات في الهارت، بلس في بيناتهم كونكشنز بنسميها ترايجلز. والترايجلز هذول في عندي رايت ترايجل، في عندي ليفت ترايجل، وفي عندي اذر كونكشنز زي الكونس تندون وات ايفر. بلس اخر شيء اللي هو الممبرنس انتر فنتريكولار سيبتم. توارد الانتر فنتريكولار سيبتم بنزل للاسفل برضه ممبرين لايك ستراكشر من نفس السكيليتون بنسميه الممبرنس بارت اوف ذا انترفنتريكولار سيستم. اوكي، هاي مكونات السكيلتون بارت. اوكي، ننتقل للتشامبرز. نبدا باول واحد اللي هو الرايت اتريوم. كل واحد من التشامبرز هاي له اوبننجز في البدايه. اوكي، الرايت اتريوم شو الفانكشن تبعته؟ ريسيف ايش؟ اكسجينيتد بارت. من وين؟ من السبيل الفينا كافا اللي هي اللي تجيب البلد من الابر بارت من البادي، و انفيريال فينا كافا اللي هتجيب البلد من اللور بارت من البادي، والكورونري ساينس اللي هو حيجيب الاكسجين البلد من الهارت اتسلف. اوكي، ففي عندي انا بصير في عندي 3 اوبننجز، السبيريال فينا كافا والانفيريال فينا كافا وكذلك في عندي الكورونري ساينس. الكورونري ساينس اللوكيشن طبعا السبيل فينا كافا، اذا بتتذكروا حكينا كيف انه الرايت اتريوم بيقتل معظم الرايت سايد من الهارت وبشكل الرايت بوردر اوف ذا هارت، فبالتالي السبيريال فينا كافا الاوبننج له بتكون بالسبيريالي في الاتريوم في الرايت اتريوم، والانفيريال انفيريالي. وفي عندي اللي هو الكوروناري ساينس. الكوروناري ساينس صار اللوكيشن له تقريبا ما بين الانفيريال الاوبننج الانفيريال فينا كافا والاوبننج اوف ذا ترايكسبت فالف. اوكي، طيب اذا هاي بالنسبه للاوبننجز انترنالي. اذا طلعنا على اذا فتحنا الاتريوم وطلعنا عليه من الداخل، حلاقي انه في عنده انتيرير وول وبوستيرير وول. البوستيرير وول اللي هو نفسه حيكون ايش؟ الانتر اتريال سيبتم. اوكي، تتذكر لما حكينا عن الروتيشن. اوكي، وحكينا كيف الرايت سايد اولموست صار انتيرير لوكيتد، وبالتالي الليفت سايد صار بوستيرير لوكيتد. فالانتر اتريال سيبتم اوكي صار تقريبا هو البوستيرير وول اوف ذا اتريوم. اوكي، هذا بيكون سموث وول. في بعض الاستراكشرز، هاي الاستراكشرز اللي موجوده فيه في عندي ديبريست اريا ثينينج في نفس الوول بنسميها فوسا ovalis، وabove it في زي ridge-like structure بنسميه annulus ovalis. هذولا embryological remnants. هاي الفوسا ovalis بالبداية كانت foramen ovalis. أوكي، هاي بالوضع الطبيعي بتكون open. أوكي، في embryo أو في fetus أو before childbirth، لكن بعد childbirth لازم يصير لها closure. إذا ما سكرت بنتج عنها الفتحة في القلب، هاي بسموها اوكي انتر اتريال اوبننج، حنحكي عنها ليتر اون اللي جاي. اوكي، اذا هاي بالنسبه للاستراكشرز اللي موجوده بوستيريرلي. انتيريرلي طبعا في اكستنشن للاتريوم بنسميها الرايت اوريكل. اوكي، وذين الرايت اوريكل الفيسينيتي من الداخل بتكون رف، يعني رفنس. اوكي، هاي ريفليكشن للكاردييك مسل، لها اسم بسموها المسكولوبيكتيناتي. فهذه هذول اللي هون طالعين جايبوا هذول كلهم اسم مسكولوبيكتيناتي.
ما بين البوستيريور وول والانتيريور وول اوكي على الرايت سايد بيكون في عندي ريدج لايك ستراكشر كحاجز بيناتهم بنسميه كريستا تيرمينالس اكسترنالي الحاجز هذا بيكون على شكل سلكس بنسميه سلكس تيرمينالس اوكي لما نيجي لهون نحكي عن الكوندكتيف سيستم حنشوف كيف انه الاس اي نود موجوده within الكريستا تيرمينالس قريب من الاوبننج اوف ذا سفير فينا كافا اي لوكيشن لها اوكي اخر شيء في عندي الاوبننج توارد الفنتريكل اللي هي الرايت اتري فنتريكولار فالف او الترايكسبيد فالف. طيب الرايت فنتريكل الرايت فنتريكل شو الاوبننجز اللي فيه الترايكسبيد فالف بدي تفتح عليه من الرايت اتريام و البولمونري فالف اللي توارد البولمونري ترانك اوكي اللي هيتجه توارد اللانز البولمونري ارتريز توارد اللانز اوكي اذا هاي بالنسبه للاوبننجز رايت فنتريكل ترايكسبيد فالف اللي هو الاي في رايت اي في فالف والبولمونري اللي هو سيميلونر فالف توارد البولمونري ترانك. هلا الرايت فنتريكل يعني الفنتريكلز بشكل عام اكبر من الاتريا لارج ستراكشرز لما تتجه توارد الترانك بصير في زي يعني كون لايك ستراكشر او فانل لايك بنسميه انفانديبيلا. فالانفانديبيلا هو عباره عن التخصر من الفنتريكل توارد البولمونري ترانك اوكي هاي المنطقه بنسميها اللي هي انفانديبيلا من الداخل. طيب شو في موجود داخل الفنتريكل؟ اول شيء الفنتريكل الرايت فنتريكل بينفصل عن الليفت فنتريكل من خلال سيبتم انتر فنتريكولار سيبتم او الوول وله تو بارتس الممبرينس بارت والماسكولار بارت. الممبرينس بارت وين موجود؟ ايه يعني وين موجود؟ ايه يعني بالاعلى والاسفل بالاعلى قبل شوي جبنا سيرته لما حكينا عن السكيليتون حكينا في عندي ممبرينس اوكي بارت هناك ما في ماسلز كثيره الماسلز بتكون بالاسفل اوكي اذا اخذت سكشن بالانتر فنتريكولار سيكتم من الاعلى بيكون دن من الاسفل بيكون ثيك بتركز الماسلز بالاسفل اوكي داخل الفنتريكل حيكون في عندي اللي هي الكاردياك ماسل ريفلكتد انسايد الفنتريكل على شكل فولز بنسميها ترابيكيلي كارني. الترابيكيلي كارني هذه اوكي في منها موديفايد ماسلز واحد منهم اللي هي البابيلاري ماسلز. البابيلاري ماسلز بحاله الرايت فنتريكل في عندي 3 بابيلاري ماسلز عباره عن فينجر لايك بروجكشنز اوكي بيكونوا من الاسفل توارد الاي في فالف اوكي وبكون التيبز اوف ذا بابيلاري ماسلز هذه كونكتد مع الايدجز اوف ذا of AV valve من خلال tendons بنسميها cardi tendini. اوكي ماشي الحال صوبنا structure ففي عند الكسب والكسب مرتبط بالبابيلاري مصر من خلال tendons بنسميها cardi tendini. كويس وفي عندي كذا احيانا بكون في زي edge like structure بنسميها المودريتر باند. المودريتر باند هي حتى تنقل الرايت باندل اوف هيس توارد الانتيريور وول اوف ذا فنتريكل. اوكي اذا هاي بالنسبه للرايت فنتريكل اذا اخذنا سكشن وطلعنا هاي من الداخل بنلاقي الرايت فنتريكل كريسنت ان شيب بعكس الرايت سوري الليفت فنتريكل هو سيركلر ان شيب. طبعا هذا بيعمل ريفليكشن السبب الرئيسي ليش؟ ايه كباسيتي يا اثنيناتهم بيجوا بلط تقريبا يعني كمية بلط عالية بس ايه هذا مقارنة مع الاتريا. طب الرايت مع اللف لف اكتر ليش بدي يضخ للسيستم سيركليشن لكل البادي بينما الرايت بس للبنوري يا الله
فالكومن سنس انه يكون الكاردييك مصل كونتنت في الليفت فنتريكل اعلى من الرايت فنتريكل. هذا بينعكس على الوول. الوول اوف ذا ليفت فنتريكل ثيكر ذان الوول اوف ذا رايت فنتريكل. وبرضه بقى على كذلك حتى على السبيس انسايد. اوكي طيب هلا نيجي لليفت الليفت ادريم. الليفت ادريم ذا سيم يعني ما اصفى تكرار. الليفت ادريم نفس الشيء. في عندي سموث سيرفس اللي هو الانتر ادريال سبتم اوكي، وفي ديبريست اريا الفص الامبريشن اوف ذا فص او فالس بتكون ظاهر اكثر من الرايت ادريم، لكن الامبريشن لها بيكون ستيل يو كان ريكوجنايز من الليفت ادريم. بلس انه في عندي انا كذلك اللي هي الاوراكل مش مبينه هون، بس الاوراكل برضه يعني لاترالي اللي بالبت بتكون مور تو ذا ليفت اوكي، والتب تبعتها بتكون توارد الانتيرير سايد. بس موستلي بتذكروا لما حكينا عن الليفت حكينا مكون من الليفت فنتريكل والليفت ادريم اوكي. ونفس الشيء حيكون في ماسكولي بكتيناتي كذلك وذن الليفت. الاوبننجز في عندي ايش؟ في عندي اوبننجز تبعات البولمونري البولمونري فينز اوكي، والعدد بيكونوا عددهم اربعه موستلي، اثنين من الرايت سايد واثنين من الليفت سايد. وحكينا انه كيف اكسترنالي بنحصر بيناتهم ايش؟ الاوبليك ساينس اوكي تنسوش. طيب هاي بالنسبه للاوبننج. في عندنا كذلك الاوبننج توارد الليفت فنتريك اللي هو الليفت اي في فالف او المايترال 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 فالف اوكي. هلا اذا انتقلنا للليفت فنتريكل صار تكرار بسيم بالنسبه مقارنه مع الرايت فنتريكل. فالاوبننج تبعته حتكون اللي هي الليفت ادري فنتريكلر اللي هو المايترال فالف و الاورتيك فالف اللي هو سيمي لونر فالف الاورتيك الاورتيك فالف. اجي زي ما شفنا في الترانك كيف التخصر توارد البلمونري ترانك في الرايت سايد، نفس الشيء بالليفت سايد بصير في عندي كذلك تخصر اللي بنسميها فيستيبيول اوكي. فالبارت من الليفت فنتركل اللي جيتنج توارد الاورتيك فالف بنسميه الفيستيبيول. ونفس الشيء انسايد في عندي الترابيكال كارني، في عندي بابيلاري ماسلز اوكي، وكونكتد بعد كاست اوف ذا اي في فالف من خلال اللي هي الكوردي تندين اوكي. وحكينا عن اليومن اوريدي. اذا هاي بالنسبه للستركتشر تبع يس اثنيناتهم سيمينار. هسه لسه نحكي عن الفالف ما حكيتش لسه عنهم. المايوكاردي اوريدي هذا الكلام اللي حكيناه قبل شوي عن الثيكنس وعلاقته بالفانكشن. فالاتريا الاتريا مش بحاجه تكون ثيك لانها كل السلافه هي بدها بلود تتجه توارد الفنتريكلز، فيكفي انه الكاسبس تكون تبعت الاي في فالفز تكون اوبن اوكي. وهي اصلا خلقا زي ما حكينا هي بتكون يعني راخي لحالها، بلس انه بقيه البريشر اللي من الفينز يعني البريشر قليل لكنه كافي انه برضه يخلي البلد يتجه توارد الفنتريكلز اوكي. وبصير في انقباض طبعا لكن مش بحاجه الى ذيك الكونتراكشن الكبير، فبتجه البلد من الاتريا توارد الفنتريكلز. الكونتراكشن الفنتريكلز يلي اساس الاساس حقيقه لعمل الفالفز او السيميلونر فالفز وللاصوات اللي ممكن نسمعها من الهارت اوكي. لا اذا رحت على المرمر انت رحت على الباثولوجيك اوكي. هاي بالنسبه للمايوكارديال ثيكنس. هلا نجي للفالف نحكي عن الادري فنتريكولار فالف. الادري فنتريكولار فالف في عندنا اثنين حكينا، في عندنا التراي كاسبيد والباي كاسبيد. ليش هذا التراي كاسبيد وهي الباي كاسبيد؟ ثري كاسبس وفي عندي تو كاسبس اوكي. المايترال في تو كاسبس هذاك في ثري كاسبس اوكي. ف التراي كاسبت بالف في عندي ثري كاسبس بينما المايترال في عندي
two cusps. كونه هنا في عندي three cusps معناها كم مبلري مصل في عندي؟ إيه؟ بس عايز يعني مش لكل واحد واحد، يعني هلا نحكي كل واحد سمي ثلاثة. طب والمايترال اثنين اثنين. هلا حكينا كيف إن المبلري مصل connected مع الكاسبس من خلال إيش؟ كورد تندين. هلا الكونكشن كل البابيلاري مصل تعمل كونكشن مع تو كاسبس، يعني مع نص من هون ونص من هون. صادنا الفكرة؟ أوكي؟ يعني تو كاسبس البابيلاري مصل نفسها تعمل كونكشن مع تو كاسبس. أوكي؟ نص واحد من هون ونص واحد من هون. وهكذا. حتى تتحكم بشكل أفضل من يعني بالنسبة للمايترال فالف هيكون في عندي تو بابيلاري مصلز، واحد اثنين، واحد بتصل بنص الانتيريور ونص البوستيريور والثاني نفس الشيء. صوابنا الفكرة؟ اوكي. هلا الكاسبس هذول لهم مسميات طبعا. التراي كاسب فالف اذا طلعنا عليه الكاسبس هاي في عندي انتيريور كاسب، في عندي سبتل نسبة للانتر او الانترفنتريكولار سبتم، سبتل كاسب، وفي عندي اللي هو البوستيريور او الانفيريور كاسب. بينما المايترال انتيريور في عندي بوستيريور كاسبس. اوكي، شو بده يصير؟ شو الاكشن تبعها او كيف اليه العمل تبعت الكاسب هاي او بمرق ورا الجيش؟ مظبوط. يعني لما يصير في كونتراكشن في الفنتريكل، يعني بمعنى اخر لما يصير في الاتريا وينزل البلط من الاتريا من الفنتريكل بيكون باسف الكاسب. اوكي، يعني هو اوريدي ريدن، فبالتالي البلد نفسه مع البرشير تبعه مع قوة الكونتراكشن تدفع غصبا عنه وظل نازل البلد. هلا وين بتصير المشكلة؟ ما يصير في كونتراكشن في الفنتركل، اللي بده يصير انه البلد لازم يتجه توارد الاورطة او البلمنريت، بس مش وارد الادرية، لان الكونسنس بحكي لك انه عندي تو اوبننجز، فالكونتراكشن معناه بخرج البلد وحيتجه البلد لبوث. اوكي، بس انا ما بدي ارجع للاتريا، عشان ما ارجعش للاتريا شو لازم يصير؟ لازم يصير في كلوجر في الاي في فالف. فكيف بصير الكلوجر؟ اللي بصير انه مع الكونتراكشن للفنتريكل البريشر اوف ذا بلود بدفع الكاسب، مو بباسب، بدفع الكاسب توارد الاتريا. اوكي، توارد الاتريا. لما يصير الكاسب الإدجز لهم against each other بصير في contraction في البابيلاري muscles، فبتوقف الكاسبس عند الحد اللي بيكونوا opposing to each other و closing the AV valve. طيب مستوعب ايش الفكرة؟ اوكي، تعال خلينا نمثلها كيف استوعبها. هلا هو الكونتراكشن بس هو شو كيف فسرها؟ كونتراكشن انه انا بدي اعمل كونتراكشن انزلها لتحت؟ لا، هي كونتراكشن حتى امنعها انها تدخل جوا الادريا. اوكي، استوعب الفكره؟ شوف كيف عمل لي هيك، هاي الادريا هون، هاي الفنتريكل هون، الادريا بينقبض بينزل البلط للاسفل، اللي بصير انه هذول متصلات بالكورد تندن. هلا بصير بريشر من البلط بيرتفع الاتريا لما يصيروا هيك اجينست ايتش اذر، تنقبض البابيلاري مصل للدرجه اللي بتخليها تثبتهم اجينست ايتش اذر كلوزنج. صوابنا الفكره؟ اوكي، حتى تمنعهم انهم يدخلوا للداخل. وصلت؟ عرفنا الاكشن تبعهم؟
فالستراكتشر تبع الفالف هو اللي بيخليها تعمل كلوجر للفالف تسمى كويس، مش الكفز نفسهم. الكفز معهم مدازل، وبالتالي إذا صار في خلل في البابيلاري قد تندني أوكي بصير في خلل في الأحشن في الفانكشن of the valve. أوكي إذا الـ AV valve هذا ننتقل له السيميلونر فالف. السيميلونر فالف اللي هو التكوى بولوناري، كل واحد مكون من 3 كاسبس، بس الكاسبس مش موجودات بالشكل اللي شفناه في الـ AV. اللي منكم انتبه للسكيليتون؟ ما حدش انتبه للبعض ولا حدا سأل عنه. احنا حكينا رينجز في الـ AV valve، الرينج سموث all around، بس في الأورتك والبرمري زيكزاك لايك رينج. صوابنا الفكرة؟ وبالتالي على الإدجز تبعتها بيكون في كونكشن للكسب، فالكونكشن للكسب مع الباوندري ما بتكون ستريت هيك أوكي، بتكون كير بالطريقة هاي. فاهمين شو بسولف؟ ماشي الحال؟ كنت نفس المبدأ. صوابنا الفكرة؟ هلا السيميلونر فالفز تشتغل كيف؟ أجين هم طبعا كل واحد منهم لهم مسميات. إذا أخذنا مثلا البولمونري البولمونري فين، البولمونري فين هتلاقي في عندي أنا ليفت رايت و وأنتيريور. أوكي في عندي الليفت والرايت، سوري في عندي اللي هو الانتيريور والليفت والرايت، بعكسهم في عندي اللي هو الاورتك فالف، في عندي ليفت ورايت وبوستيريور. اوكي هلا هذول 3 كاسبس حتى تتخيلهم، الايدج جاي اعلى من يعني كل كاسب له اتاج ايدج وله فري ايدج، الفري ايدج اعلى من الاتاج ايدج زي ما حكينا زي الجي الاتاج ايدج وهي الفري ايدج. اوكي هم 3 كاسبس. شو اللي بصير؟ طبعا الساينس فتحة الساينس هاي لوين؟ للأعلى ولا للأسفل؟ للأعلى. للأعلى يعني البلد لما يصير في كونتراكشن في الفنتريكل اوكي شو بيسوي؟ بقول له انضب لجوه، بينزل كلياته بالوالز اوف ذا ارتري هاي الساينسز، وبدخل بنتقل البلد طوال الارتري طبعا سواء البلماني او الاورت او الذات اورت او الالاستيك ارتريز. يعني كمية البلد حقيقة اكبر من قدرة الاورت لاستيعابها في الوضع الطبيعي، لكن هو الاستيك بالتالي بنمط حتى يستوعب كمية البلد، بعدين برد يتقلص حتى يدفعها توارد الارتريز او توارد الفنتريكل مرة ثانية. بس حتى ما ترجعش البلد توارد الفنتريكل، ايه ناسين وراك فيش دكتور محمد خذهم للساعة 3 خلص خلصنا أخذنا نذل استوعبنا الفكرة. فبالتالي البلد ما يبلش يرجع توارد البنتريكل، شو يبلش يسوي؟ يبلش يعبي في الساينس هاي لحد ما الفري ايدجز اوف ذيز كاسبس اوكي تسكر على بعض البعض، وبالتالي يمنع رجوع البلد توارد البنتريكل وبتبطل الى وان دايركشن توارد السيستميك سيركيليشن. هاي اذا الاكشن تبع ال نفس
كاسبس هذول مستوعبين لحد الان في ناس مش مستوعبين هذول باسل هذول باسل كيف بيفتحوا الضوض يعني بيفتح لما يفتح ثلاثه يفتحن على بعض بسكر زي ايه زي الكاسبس شو الكاسبس هني كاسبس بسكرن على بعض زي الاي في الفريق يسكروا على بعضهم البعض اوكي طيب خلينا نتوقف لهون دكتور محمد